تجارة المخدرات، قتل، تعذيب، بيع الأعضاء البشرية والمواد الإباحية، التعامل مع القتلة المأجورين، تزوير الأوراق الرسمية والعمليات التجارية، تحرش بالأطفال، تصيد واحتيال، تعليم صناعة المتفجرات، جرائم الاختطاف وبيع البشر، الوجه الخفي للإنترنت المظلم، الديب ويب والدارك ويب وعملة البيتكوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ديز وهارج جديدة. طبعا كالعادة اللي مو مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات واديني لايك واكتب لي تحت كومنت شجعني اكمل. صراحة من لا اشكر الناس لا اشكر الله، شكرا من كل اعماق قلبي على دعمكم. انتوا متخيلين يا جماعة الخير، والله العظيم ماني مصدق، والله ماني مصدق، باقي اقل من 50 مين، باقي اقل من 40,000 او 30,000 أو 20,000 وندخل نص مليون. انا ماني مصدق يا اخي، ماني مصدق ولا انا صراحة يا اخي، انتوا اقوياء، ماني عارف ايش اقول ولا ايش اعبر ولا. بسم الله نبدا الهرجة. انتوا عارفين انه كل اللي نشوفه في الانترنت اليوم من فيديوهات وصور ومواقع يعتبر 5% من باقي الانترنت الموجود في العالم، وفي احصائيات ثانية تقول انه اللي احنا نشوفه اليوم من النت العادي هو 1% من متصفحات وجوجل مواقع تواصل اجتماعي، يعتبر 1% من النت العام او من النت، من كل النت في العالم. انتم متخيلين انه كل اللي في النت وكل استخداماته بهذه النسبة القليلة؟ طيب فين راحت 95% او فين راحت 99%؟ وايش قصتها؟ ترى عالم الانترنت عالم كبير وخطير واخطر مما تتصور انت كمان. اوف لدي الدرجة يا دز؟ صدقني لدي الدرجة، وايوه كمان لدي الدرجة. طيب فين هذا الجزء الخطير من النت؟ هذا يا حبيبي انت وياه في مواقع اسمها الديب ويب والدارك ويب. الديب ويب والدارك ويب هذه ايش هي؟ الانترنت العميق المظلم، وهي اجزاء من الانترنت ما حد يقدر يدخلها ابدا عن طريق محركات البحث اللي عندنا اليوم. يعني ما تقدر تدخلها عن طريق جوجل او سفاري، اصلا ما تدخل من طريق جوجل او سفاري يقول لك تخسي ارجع، ما حقدر ادخلك، ما في صلاحيات في جوجل او سفاري ادخلك لهذه المواقع اصلا، لانه لهم مواقع مخصصه تقدر تدخل منها. طبعا اكيد اني ما راح اقول لكم ايش هذه المواقع عشان يجيني واحد بكره من الدرعومين يقول لك والله بروح اجرب ديز، قال النت المظلم خلينا نشوف كيف مظلم. لا يا حبيبي، من دحين اقول لك ترى الموضوع ما في استهبال، انتبه انتبه انتبه، تدخل لهذه المواقع وتجربها حتى لو من باب الفضول، انتبه عشان لا تودي نفسك واهلك في 60 داهية. ترى هذه المواقع تعتبر خطيرة لأنه الناس اللي فيها واللي استخدموها أغلبهم هاكرز ومجرمين وقتلة، ترى مجرمين حقيقيين، ما هو لعب كلام فاضي، يعني غلطة معهم بهيتشوت ما في يوم مرحميني. وكثير هروج خطيرة صارت في الدارك ويب والديب ويب لأن المجرمين اللي فيها يعتبروا أشخاص مجهولين تماما وما حد لا يقدر يوقفهم ولا يوصل لهم، حتى في بعض الأحيان الحكومات ما تقدر عليهم لأنه لما يستخدموا هذا الإنترنت تصير هوياتهم ومواقعهم محجوبة أو مجهولة. حتى لو جيت تبغى تتعقب أحد معين هتلاقي إنه موقعه يطلع لك في كل مكان ومن كل مكان، يعني يجيك مثلا إنه هو دحين موجود في السعودية، شو يجيك إنه في البرازيل، شو في أمريكا، في المكسيك، في كل مكان في العالم، ما تعرف هو فين مكانه الحقيقي أصلا، يعني على بلاطة ما حد يقدر يتعقبهم أو يخترقهم أو يعرف فين مكانهم. كل أمورهم الشخصية محمية وما حقدر يطلع عليها، عشان كذا هم مخذين راحتهم وتصير بينهم اتفاقات ونقل ملفات ومعاملات بكل سرية. طب في سؤال، معقولة كل شيء في النت المظلم خطير؟ طبعا لا، لأنه في استخدامات مفيدة ترى في الدارك ويب والديب ويب، زي مثلا الحكومات مستفيدة منها عشان تسجل فيها بياناتها ومعلوماتها السرية، والبنوك والمستشفيات وغيرها من الشركات الكبيرة عشان يقدروا يحفظوا معلوماتهم من التلاعب، لأنهم لو حفظوها في النت العادي بيصير سهل أي واحد يقدر يوصل لمعلومات الحساسة. زي مثلا البنوك عندها قاعدة بيانات في الإنترنت المظلم عشان تحفظ بيانات العملاء وما حيقدر يوصل لها من النت العادي، ويعتبر الديب ويب جزء من أجزاء الدارك ويب وما حد يقدر يوصل لها، وما حيقدر يوصل لهذه المواقع زي ما قلت لكم إلا من خلال شبكات ومواقع معينة. طبعا أغلب المواقع الموجودة في الديب ويب 90% منها فيك وكذب ونصب واحتيال، وأغلب المواقع والسوق السوداء اللي في الديب ويب كلها نصابين وهاكرز وما في شيء حقيقي إلا شوية بس، ها شوية شوية أنا أبغى أشرحها، بس إنه المشكلة اليوتيوب مرة مشددين، فخليني أشرح لكم إياها بشكل أبسط. النت العادي اللي إحنا عندنا اليوم نستخدمه معروف ما أحتاج أشرحه، أما الديب ويب يجي بعده، يعني هذا النت العادي عندنا وهذا الديب ويب، تمام؟ الديب ويب بيجي بعد النت العادي، وكل اللي فيه مواقع مو حقيقية، يعني مثلا تدخل تتصفح فيه وتلاقي مكتوب لو تبغى تأجر هاكر ادخل هنا، تدخل تلاقي مهام كثيرة للهاكرز، يعني مثلا تبغى تهكر ايميل، تبغى جوال ايفون، تبغى تهكر اندرويد، فيسبوك، سناب شات، او حتى بطاقات البنوك، او ممكن تستأجر هاكرز لمدة يوم كامل فول تايم يشتغل تحت تصرفك. طبعا هذا الشيء في الديب ويب اغلبه نصب واحتيال ومو حقيقي، ممكن ترى يهكروك انت وبعدها يبدأ يخوفوك بتزوك، لكن الهروج هذه في الدارك ويب حقيقية وما فيها لعب.
وبعد النت العادي والديب ويب يجيك يا حبيبي الدارك ويب. هنا الكلام، هنا العمق الحقيقي، وهذا غالبا كل اللي فيه حقيقي مو كذب. مواقع يبيعوا فيها ممنوعات، مخدرات، أسلحة، غيرها وغيرها وغيرها من الممنوعات الكثير، ومواقع للتعذيب والقتل، وطبعا هم كلهم مرضى نفسيين ويتلذذوا بهذا الشيء. ومن الطقوس اللي عندهم يجيبوا واحد مخطوف يبدأ يعذبوه بأنواع العذاب في بث مباشر، وهذا البث يسموه الغرفة الحمراء، وأتوقع مرة مشهور الغرفة الحمراء. وهو فعلا في غرفة حمراء، الإضاءات حمراء، بعض الأثاث يكون أحمر، الأدوات اللي استخدمها، اللبس اللي يلبسه. ويجوا الناس المنظمين للموقع والمشاهدين ويطلبوا من الشخص اللي جالس يعذب الرهينة طلبات، يطلبوا منه انه كيف يعذب الرهينة وبأي طريقة. طبعا اذا كنت مشاهد ابو كلب يعني داخل وما انت دافع، ما انت مكيش، ما تقدر تأمر هذا النجس انه كيف يعذب. لكن لو كنت دافع فلوس كثير ومكيش وفلوسك على الطاولة، هنا انت بتكون السيد وانت اللي تأمر هذا الكلب وهو ينفذ، يعني رغباتك على حسب فلوسك. وبعد ما ينتهي من بارت التعذيب يخلص على الرهينة. ترى الرهينة ممكن تكون رجال او حرمة او طفل، ما يفرق معاهم. بس للأسف الأغلب في هذه المواقع الرهائن يكونوا أطفال وعمارهم أقل من سنة، وبعدها تتحول للخاطف الفلوس. طب تقولي ليش ما يصيدون عن طريق الفلوس؟ لا يا حبيبي، الفلوس لما تتحول ما يعرفوا مين حولها ولا فين حولها ولا أي حاجة، لأنه كل حاجة تتم بشكل سري، والفلوس كمان غير قابل للتعقب، تتحول من الطرف الأول للطرف الثاني مباشرة، ما في طرف ثالث في النص. وهذا اللي صار مع بيتر سكالي، استخدم الإنترنت المظلم عشان يبغى يكسب فلوس، وبعد ما تورط في 117 جريمة في أستراليا وصار مطلوب من الشرطة الأسترالية، لما سمع إنه صار مطلوب هرب النجس الفلبين. وهناك قام بسلسلة من التحرش بالأطفال، ومو أي أطفال، الأطفال اللي أعمارهم أقل من سنة، لأنهم مطلوبين بكثرة في هذه المواقع الخبيثة، أنه أغلب اللي يدخلوا هذه المواقع أصلا يكونوا مرضى نفسيين. وكانت أصغر ضحايا هذا المعتوه طفلة عمرها أقل من 8 شهور. طب دحين أغلبكم يقول طيب كيف كان هذا المريض يجيب ذلو أطفال؟ أقول لكم، هذا المعتوه يروح للعوائل الفقيرة، العوائل اللي تحت خط الفقر ويا كثرهم في الفلبين، يروح لهم يقول لهم أنا أرعى أولادكم وأربيهم وأديكم فلوس، أنتم ما تقدروا عليهم وعلى تربيتهم، ما عندكم فلوس، فأنا أديكم فلوس تعطوني أولادكم أنا أربيهم. وبعض المساكين يصدقوه أنهم فقراء ويبغوا فلوس، وما يدروا المساكين على المصير اللي استنى أولادهم. وطبعا بعدها قدرت الشرطة الفلبينية أنها تعتقل بيتر سكالي، وأول ما اعتقلوه من أول كف اعترف بكل جرائمه، وقال لهم أنه كان فعلا يصور الجرائم في الغرفة الحمراء عشان فلوس. وقال في التحقيق أنه ما فكر بهذه الوظيفة إلا لما شاف الناس هناك كلهم مرضى نفسيين ويبغوا شيء هذا ودفيعة. طبعا هذا يعتبر أصلا كمان هو معتقل كمان هو معتل نفسيا، معتل تيجي برضو مختل عقليا ومعتل نفسيا. شايفين قد إيش الأشياء اللي جالسة تصير في هذه المواقع الخبيثة؟ بشعة جدا. أصلا ما أعرف كيف في ناس تدفع فلوس عشان تشوف ناس تتعذب. أنت جوك الله يحرقك. طبعا الدفع في هذه المواقع يكون عن طريق عملة البيتكوين. هذه العملة لما تحولها يا حبيبي يطلب منك بس رقم حساب اللي بتحوله، يعني لا اسم ولا بيانات ولا معلومات ولا أي حاجة، عشان ما حد يقدر يتعقب هذه الفلوس ويكونوا بأمان. عشان كذا ما يتعاملوا في الدارك ويب والديب ويب إلا بعملة البيتكوين. وعلى فكرة عملة البيتكوين مو خاصة بذي المواقع وبالجرائم والإنترنت المظلم، لا بالعكس، نقدر نستخدمها عادي وبشكل يومي، لأنه في عام 2015 أكثر من 100,000 مستثمر اعتمد عملة البيتكوين وصاروا يتعاملوا فيها. لكن الآن تعتبر عملة البيتكوين غير معترف فيها رسميا، والدولة الوحيدة اللي اعتمدت عملة البيتكوين هي ألمانيا، وصاروا يستخدموها على أنها من فلوس إلكترونية. أنت عارف أنه في الديب ويب والدارك ويب مواقع مخصصة للهاكرز؟ هذول الهاكرز يخترقوا الناس بمقابل مبالغ من البيتكوين. المشكلة مو هنا، المشكلة أنهم مسوين نفسهم مدربين شخصيين، لدرجة أنهم صاروا يسووا دورات تعليمية وبرامج الاختراق وحركات، مسوين نفسهم كذا جامعات أكاديمية وكل شيء. لكن اللي يدخل معاهم في هذه الهروج لازم يحط عينه بوسط راسه، انه ممكن ينقلب السحر على الساحر وفجأة يقلب عليك ويخترقوك ويبدأوا يبتزوك، انه كل اللي يقدموا هذه الدورات يعتبروا من العمالقة في الهاكرز، يعني اللعب معاهم بفورة ولا ساعتهم والقبر، انهم لو شافوا اللي قدامهم غشيم او يلعب بذيله على طول يودوك ورا الشمس. حتى التجارة بالبشر موجودة في الديب ويب والدارك ويب، يتاجروا بالأطفال وبالأخص البنات، تعتبر التجارة هذه واسعة عندهم بشكل غريب ومهول، وفيها نشاط كبير، ومتورطة في هذا النشاط أكبر شبكات المافيا العالمية. جاء باحث اسمه غارث أوين، إيش قال؟ قال بعمل دراسة على هذه المواقع، وفعلا عمل الدراسة، لقى أن المحتوى الأكثر انتشار في الإنترنت المظلم هو محتوى الاستغلال للأطفال اللي عمارهم أقل من سنة والعياذ بالله. وبعدها تيجي الأسواق السوداء اللي تبيع الممنوعات، ومنها مواقع لبيع الأسلحة يبيعوا فيها جميع أنواع الأسلحة ويعلموا كمان طريقة صناعتها. أما مواقع تجارة المخدرات هذه تعتبر أكثر أنواع التجارة
لتحقيق لهم أرباح عالية في أسواقهم. حتى الأعضاء البشرية يبيعوها وبدون ما يذكروا إيش المصدر، ويبيعوا فلوس مزورة. يعني مثلا لو تبغى أنت $1,000 مزور يبيعوا لك إياها $100. حتى الهويات والجوازات المزورة شغالين فيها. ومن أخطر مواقع الدارك ويب هي مواقع القتل المأجورين، يسموا نفسهم الهيتمان. هنا يصنفوا القاتل على حسب السعر، يعني لو تبغى جريمة قتل بشعة لازم هنا يزيد سعر القاتل. شايفين كيف الموضوع خطير وما في مزح؟ انتبه حتى انك مجرد تفكر تفكير تدخل لذي المواقع، لانه فعلا من خاف سلم. انتوا عارفين انه الديب ويب والدارك ويب كان ممكن يكونوا من التطورات التقنية اللي تفيد البشرية فعلا، بس لو تم استغلالها صح، مو زي اللي يصير اليوم. لان هذه المواقع تحافظ على الخصوصية بقوة، والانترنت العادي اللي عندنا اليوم ترى سهل انك تخترق فيه الخصوصية بكل سهولة. لكن للأسف المجرمين استهدفوا هذه المواقع عشان اغراضهم الشخصية والبشعة والخبيثة، وبكذا صار الديب ويب والدارك ويب مواقع مشبوهة ويحذروا منها. وحتى بعض الدول اليوم تعتبر الدخول الانترنت المظلم جريمة يعاقب عليها القانون. بما اني تكلمت عن الديب والدارك، من باب العلم بالشيء هنا لازم اني احذركم، انتبهوا تفكروا بس مجرد تفكير انكم تدخلوا لهذه المواقع. انتبه انت ويا تجرب تدخل لهذه المواقع وانت ما عندك خبرة كافية، فتورط نفسك وتورط اهلك وكل اللي حواليك بهروج من تقدها، واصلا تورط نفسك باشياء غير قانونية. مو مستبعد ابدا انك تتعرض للاختراق والتهديد والابتزاز او لاي شيء اكبر من كذا لو حاولت تدخل هذه المواقع. طبعا هذولا اللي ماخذينها تجارة وتسلية خاصة بالاطفال، انتوا ايش ها؟ انتوا شو ملتكم؟ البهايم تكرم عنكم، بس الحمد لله انه في يوم قيامة عشان يتحاسبوا فيه هذه الاشكال. لو في حيوان نطح حيوان ثاني يوم القيامة ربنا ياخذ له حقه. فما بالكم باللي قاعدين تسووه تمارسوه من تعذيب وقتل واختطاف واعضاء، فين بتروحوا من اللي سمى نفسه العدل والحق؟ اسمع الله عز وجل ايش يقول: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لا والله ربي ما خلقك عبث، ولا خلقك عشان تعيث في الارض الفساد. صدقني لك يوم ترجع فيه وتتحاسب على كل نقطة دم انت كنت سبب في نزولها. ترى انا ما جيت هنا اخوف منهم، لا بالعكس، هم اقل واحقر واهون من انه خاف منهم. انا تكلمت عنهم عشان احذر منهم. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى الكلام. وبكذا انتهينا من هرجتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، وأهم شيء صلى على الحبيب، قلبك طيب وفمان الله.